طيب من 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 بعد الاسماء؟ طيب عطني من؟ ريان الساهري. طيب من بعد؟ سلطان طيري. طيب باقي اسماء ولا خلاص؟ تعال يا سعد سبيعي. لا لا لا. تعال يا ناصر الصلف. طيب عداد جاهز معي؟ خلاص. طيب عطني الاسماء، الاسم، عطني الاسم. طيب الف مبروك لفارس الجمهور لهذا الاسبوع، بس بختبر صبركم شوي، تسمحوا لي؟ اسمحوا لي. طيب عطني دقة القلب بعد اذنك، ابي اوترهم. عادي مره، كلكم تستاهلوا والله. اذا الموضوع صار علي فيه، بس خلنا ساكتين. عطني دقة القلب بعد اذنك يا راشد. قاعدين يدورونا. طيب ناصر، في حال ان كان لك فارس الجمهور، تكون اول متوج من غير علي مناحي وفؤاد، ايش راح يكون تصريحك؟ تصريحي طول العمر اللي عندي وعند اخويا واحد. هذا الكلام، هذا والله كلام. وتوقع انك بتجيبها؟ والله لا اخذها، يمكن ما اخذها. والله كفو كفو، عمرك ما يقصر، يعني نهداكم. سلطان اول مره تكون معنا هنا، والله اللي تستاهل. تستاهل الطيب يا ابو سعود. وش حاب تقول اذا كان فارس الجمهور لك؟ اقول الله يبيض وجه الجمهور اللي اثنوا علي ودعموني. تستاهل ابو طيب. ان شاء الله اني قد الهقوه، وانا اخذتها انا ولا اخذوها اخوياي، كل ابونا واحد، كلنا في الحال واحد. استانوا الطيب، استانوا الطيب. متعب؟ ايوه متعب. بعد اذنك لو كان فارس الجمهور لك وبعد العوده بعد. يا لبي ايش عليك منها؟ كان جاتني طال عمرك فانا استاهل، وكان جات اخويا الباقيين هم يستاهلون. طيب الله يعطيك العافيه. طيب ان شاء الله انها تروح لواحد اللي يستاهله باذن الله. كلكم تستاهلون. حسين اقول طول العمر ان جاتني ولا جات اخوياي، والله العظيم فرحتي واحد. والله اللي تستاهل. لتويتر كلام اخونا الاول، كلنا واحد. لو خليت انا ولا خلي احد من اخويا؟ لا ابي ابي كلام القلب. كيف؟ كلام القلب. القلب ولا لو خذ احد من اخويا يمكن ما اخذ. والله اللي تستاهل. اي اسمع اسمع. شكرا 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 يا راشد، شكرا ما قصرت معنا اليوم. طيب عبد الله الجنيبي. يعني يقول مثل ما يقول زياد بن شهري، اللي لكم لي واللي لكم لي واللي لكم لي. ما اخذها هذه. يعني شيء الحال واحد. مره وين زياد؟ سلمت. فوات جميل ما سبق. لا انا ابي كلام من القلب يا الربع، ما ابي ما طيب اقول الله يوفقنا اجمعين. ان جتني مرحبا وسهلا، راحت للشباب والله العظيم انهم يستاهلون. والله كلكم تستاهلون، يعلم الله كلكم بلا استثناء. اقول ان كان خذيتها فانا استاهلها، وان كان خذها واحده من اخويانا فهو اللي خذها. والله انت تقول كلنا ماخذينها، يعلم الله. بس فارس الجمهور له طعم، هو له طعم. طعم اقول لو انها فقره كلها صح. اي والله انكم كلكم تستاهلون، كلكم. لكن كان حطيت الواحد من اخواني، خلي واحد من قرار الفرق. قرار بيد من؟ الجمهور. يد الجمهور ولا مقصرين؟ اي والله ودنهم يدري وش بخطرنا ويسوون. الله يطول عمرك. الشك زايد. اشكر الجمهور، لان جمهوري جمهور اخواني، جمهور اخواني جمهوري. والله وجيت. طيب ناصر انا سمعت تصريح ناري، من اللي يقول؟ هذا هو التصريح الناري. لا هذا شوي. لا هذا الناري اللي اخواني. والله كفو. اخواني كلهم. شنو مساعدكم كلكم؟ انت السر. طيب استاذنكم جمهورنا العزيز، ببدا ارجع الناس اللي ما حلفهم الحظ. طبعا اللي جالسين اللي واقفين عندنا على المسرح هم الاعلى تصويت. الا اذا يعني ها متقارب الاخير قبل الاخير، فهمتوا؟ فاول واحد يرجع معنا ومعليش يا ومعوض خير يا بعلم معوض خير يا حسين الصيعري.
معوض خير. معوض خير يا ريان الساهري. معوض خير. طبعا باقي معي ناصر الصلف وسلطان وعبد الله الجنيبي ومتعب بن رقعان وعلي مناحي وفؤاد عبد الله. ناصر اسلم. سلمت قال يا سلام. والله لو شفت ابدري يدي مع اخوياي هنا ولا انا بستلمها. انا ابراهيم قاعد انا. الله يعوضك هذا السلام. شوف سعدك. الله يعوضك. طيب الاسم اللي بعده سلطان. الله يعوضك يا رب العالمين. ارجع تكاتب طيب. محمد كاتب كاتب ارجع. لا خليها انا ولا ما تدري عادي. عبد الله الجنيبي الله يعوضك يا رب العالمين. لا والله ما توتر. مره متوتر والله. تستاهل يا عيال انت شيكم يا عيال. والله تستاهلون والله كل ابوكم تستاهلون. هذه تعطيني اياها والله تستاهلون. اكثر من الصين لا ثلاث مرات لا بالعربي 24 مره بناخذه كلنا ونرفعكم والله اللي تستاهلون. طيب يا متعب الرقعان يعوضك الله. ولا خذيته وانتم والله كني مخطئ. بعد اذنك يا بعد اذنكم بفكر اذن بقى اذا ممكن. لا لا اذا ممكن. ها تعمل. الله يطول لي بعمرك. تعمل. طيب فارس الجمهور لهذا الاسبوع اسمحوا لي اتكلم بلسانه. مسموح مره. مسموح. بعد اذنك يا خذ راحتك. وانت خذ راحتك. بعد اذنك يا اخي انت لا تسال مني انت تموت. طيب فارس الجمهور ولسان حاله يقول انا فارس الجمهور انا محبوب الجمهور انا الاكثر جماهيريه انا الاقوى انا الاروع انا علي مناحي. اعطوني سياله لكن قبل السياله يا الربع يا الربع لا تعبون الرجال. يده 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 طلعنا. انسان الجمهور انتم انسان الجمهور.
بعد اذنك يا علي باخذ تصريحك بعد اذنك علي اعطونا الكاميرا يا جماعه الخير قربوها علي الف مبروك حارس الجمهور لهذا الاسبوع والثلاثيه لك في رصيدك انا اقول ما يبدو لي انا اكتسبت اخواني واخوياي ولا فارس الجمهور مو بانا لحالي هم كلهم فرسان والله يبين وجه فريق الدعم وكل من دعم يلعب مناحي والله يجنن تحس ان اقوتكم وترى الجمهور شر بس هاي وترى الجمهوري والله انا جمهور والله شر بس هاي دير بالك التوفيق دير بالك التوفيق الله يوفقك يا علي طيب سلم سلم عليك عليك طيب كاميرتي هنا جمهورنا العزيز اشكركم من الاعماق الثابتين بيض الله وجيكم بياض الشاش جميع من ساهم في هذه الفقره وفي هذه القناه شكرا شكرا العظيم الى هنا التقيكم وعدنا باذن الله في الثلاثاء القادم والى اللقاء واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه راكان المبدع راكان النجم العالي راكان الصعبيين الفقر ربنا الجمهور راكان المبدع راكان المبدع راكان الصعبيين